لنا عبر الهاتف من الخرطوم الدكتورة أميرة مزهري فضل الله، أمين أمانة الحماية الاجتماعية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان. دكتورة أهلا بك معنا. الفقر وفقدان الرعاية الصحية هم سبب وراء هذا الرقم الذي تحدث عنه اليونيسف، رقم مخيف جدا، 7000 طفل يوميا حديثي ولادة يفقدون حياتهم بسبب عدم توفر رعاية طبية وبسبب الفقر. يعني أين المنظمات الإنسانية من كل هذا؟ لماذا مع كل ما وصلنا له من تقدم ولا يزال هذا الرقم مرتفع؟ لا يزال هؤلاء الأطفال يموتون بسبب عدم التوفر رعاية صحية أو بسبب الفقر؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام دكتور. الله يسلمك. الحقيقة أكيد في وفيات للأطفال ووفيات للأمهات، وأكيد الأطفال هم يعني كل المستقبل، ونحن بنبذل قصارى جهدنا عشان الأطفال يعيشوا ويعيشوا كمان يحيوا حياة سعيدة وحياة بصحة جيدة وكده. بالنسبة لنا في السودان وفيات الأطفال منذ العام 2006 في المصحف الصحي الأسري، وتاني جاء بعد المصحف الصحي الأسري في دورته الثانية 2010، وتاني جاء بعدهم المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2014. في انخفاض الحمد لله كبير في وفيات الأطفال يعني حديثي الولادة، والأطفال من عمر الميلاد وحتى 5 سنوات. في كثير من الاستراتيجيات اتوضعت لخفض أسباب وفيات الأطفال، منها يعني فيها عدة محاور هذه الاستراتيجيات: التغذية، الاهتمام بصحة الأمهات عشان يحافظوا على صحة الطفل، وهكذا. برضو عندنا مشروعات واستراتيجيات كبيرة في طيب محاربة العادات الضارة. طيب حضرتك يعني تتحدثين بشكل حصري عن السودان، لكن إذا ما نظرنا إلى هذا التقرير الذي شمل كل الدول النامية، 7000 طفل يوميا يعني عدد كبير جدا، برأيك ما الخطوات التي يجب أن تتخذ في سبيل إنقاذ حياة هؤلاء؟ والله مفروض يكون في خطوات وخطوات سريعة لمعرفة الأسباب. أولا نسبة كم من الأطفال بيموتوا بسوء التغذية، نسبة كم من الأطفال بسبب ممارسة العادات الضارة زي بتر وتشويه العادات التناسلية للأنثى، زواج الأطفال، نسبة كم من الأطفال بيموتوا يعني نتيجة لأمراض ونوعية الأمراض، وكيف يعني يعالج أو يعني يضعوا خطط ويحصنوا الأطفال من هذه الأمراض. أكيد أي وفيات نحن لازم نعرف مسبباتها. أنا عارفة إنه الوفاة دي يعني الأجل ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن بنعمل على خفض أسباب وفيات الأطفال. يعني بعد ما نعرف هذه الأسباب أكيد منظمة اليونيسيف هي المنظمة المعنية بحماية ورعاية نشكرك الأطفال. نعم. أشكرك جزيلا دكتورة أميرة مزهري فضل الله، أمين أمانة الحماية الاجتماعية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة في السودان، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا لك.